عايز اغير المطعم اللي انا بشتغل فيه علشان اطور من نفسي. بتجيلي اسئله كتير من شباب بتشتغل فعليا جوه مطاعم وعايزين ينقلوا الاماكن افضل واحسن علشان يطوروا من نفسهم. مش غلط انك تكون طموح وعايز وظيفه تانية احسن وافضل، لكن الغلط انك تكون مفكر انك علشان تطور من نفسك انك تسيب مطعمك الحالي وتروح تشتغل في مطعم تاني، لان المشكله ممكن ما تكونش في تغيير المطعم علشان تطور من نفسك. اللي عايز يطور من نفسه هيطور من نفسه، مش هيفضل مستني لغايه ما يغير المكان اللي هو شغال فيه، ولا لما الشتاء يجي، ولا تستنى مواعيد تقبل الاسم على ثلاثة زي ما قال الدحيح. ابتدي حالا، انت مستني ايه؟ لو عايز تتعلم وتطور من نفسك ما عادش في اسهل من كده دلوقتي. اتعلم حاجات انت ما تعرفهاش وتفيدك علشان تكبر في مجال المطاعم. اتعلم ازاي تسوق لمطعمك، اتعلم ازاي تدير الموارد اللي جوه مطعمك، اتعلم ازاي تقرا ارقام مطعمك، وتعلم ازاي تحل مشاكل العملاء، اتعلم مهارات التواصل والبيع، اتعلم عن تكنولوجيا المطاعم، وحاجات تانية كتير موجودة انت محتاج تتعلم عنها اذكرها لي في الكومنتس. واوعى تكون مفكر ان هيجي وقت هتكون اتعلمت كل حاجة وعرفت كل حاجة، تبقى غلطان جدا. زي ما قالوا صحيح، يموت المعلم ولسه بيتعلم. شكرا لمتابعتكم، انا يونس ودي عيادة المطاعم.